روائي متميز جدا الحقيقة. وأنا يعني بستعد للفقرة دي وكنت بقرأ عنوان الرواية حدث في برلين، لفت نظري إيه اللي حدث في برلين. لما حاولت أقرب أكتر من الرواية فهمت إنها كانت في فترة فيها الكثير من الثورات، فيها الكثير من الحروب، فترة الخمسينات والستينات إذا كنت مصح أو محق في هذه المعلومة، دار فيها الكثير والكثير من الأحداث. مش عايز أحرق القصة، ولكن كما ذكرت النظيفي روائي متميز له العديد والعديد من الزرات والروايات المتميزة. دعوني أرحب بالروائي المتميز أستاذ هشام الخشن. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. ومنورني. أهلا وسهلا. وكان لازم أسأل في البداية إيه اللي حصل في برلين؟ حصل حاجات كتير. وإمتى؟ هو بس يعني هي ناس بتستغرب شويه من العنوان، لان احنا يعني روايه مصريه فهتبقى حدث في برلين. انا سرحت بذهني في عنوان الروايه وكونت فكره اختلفت تماما لما قربت شويه من الروايه نفسها. هو الخيط الاساسي بتاع الروايه بدايته والسرد حوالين نزوح بعض فلول النازي بعد الحرب العالميه الى القاهره واسكندريه، وده حصل فعلا في الستينات. ايوه. ومن هنا يعني اتغزرت خيوط الرواية. فحدث في برلين عنوان جاذب، عنوان ما هوش ده الغلاف، ما دون ما اكمل كلامي مع حضرتك، ده الغلاف. وطبعا هنا صورة الغلاف شوية عبرت عن العنوان يا استاذ هشام، لان خلينا نتفق مع بعض ان احيانا صورة الغلاف وعنوان الرواية بيشدوا القارئ جدا. انا ممكن اكون بمر امام مكتبة ما او دار طباعة او نشر او اخره، عنوان الرواية او الصورة نفسها تخليني عايز. هو ده الغرض الاساسي من عنوان الروايه وصوره يعني الغلاف، ان هي تشد القارئ في وسط المعروض. دايما الناشر بيحاول يوصل لعنوان الروايه وصوره، حتى الازياء في فتره زمنيه زي ما ذكرت حضرتك في الخمسينات والستينات. بالظبط. ليه برلين بالتحديد؟ يعني ليه بدات الروايه من برلين؟ كان ممكن ان اتحدث عن فرانكفورت مثلا وليكن، ولكن النزوح كان من منطقه معينه. لا، هي برلين لان برضو الروايه بتتطرق برلين مدينه غنيه جدا باحداثها. والروايه في اجزاء منها بتتطرق لسور برلين، الروايه بتتطرق لفتره النازيه وبرلين كانت العاصمه وهي أهم نقطة في ألمانيا في فترة النازية. ثم قصة السور وفصل برلين إلى مدينتين، كل دي بقى اشتركوا مع بعض في فمن هنا أصبحت برلين محور الحدث، وبالتالي فازت بجزء من اسم الرواية. كنت بكلم مع حضرتك قبل ما ندخل الفقرة على طول، وفكرة أن يكون عندي أجزاء من الرواية لها أصل في التاريخ وحقيقية وأحداث حصلت بالفعل أو حدثت بالفعل، بتلقي على كاهل الروائي عبء أو عبء ما أنه لازم يكون دقيق جدا في عملية البحث والرجوع إلى بعض المراجع الصحيحة، لأن مش هينفع أن أنا أقرب من جزء تاريخي إلا إذا كان مهم 100%. وفوجئت على فكرة بسيطة الشام بيقول لي الموضوع ده فعلا متعب جدا، ولكن كان لازم أخوض فيه 100%. هو الحقيقة هما عبئين مش عبء واحد. عبء الصحة التاريخية والتحقيق التاريخي المظبوط. العبء الثاني بيكون ان انت ما تحولش الرواية الى كتاب تاريخ. ما هو كتاب التاريخ موجود، فازاي تحط يعني هقول لك حاجة اللي ممكن يبقى بيتعب الروائي ساعات، ان هو بيبقى عنده معلومات كتير قوي بس ما يقدرش يفضل يقولها، والا الروايه بتاعته هتتحول الى كتاب تاريخ. وده مش مرغوب فيه. لو انا عايز اكتب كتاب تاريخ اكتب كتاب تاريخ، انا عايز اكتب روايه ما اقدرش ابقى باملي على القارئ معلومات و و و ف زي ما شرحت لحضرتك واحنا بنتكلم قبل التسجيل، بيبقى عندي معلومات قد كده اللي بنوصله في الاخر قد كده اللي بيخدم الجزء الدرامي والروائي، مش كل المعلومات. ما هي الصعوبة، كنت بتكلم مع حضرتك قبل الفقرة على طول، ازاي انا عندي المعلومة التاريخية، بأكد على كلام استاذ هشام على فكرة، عندي المعلومة التاريخية وانا مش بقدم تاريخ، انا مش تاريخ موجود بالظبط، ولكن فكرة الحبكة الروائية ان انا اخلط ده بحدوتة بشكل ما بحيث ان انا استفيد من الشكل الروائي وفي نفس الوقت كمان توصلني المعلومة حتى التاريخية. حضرتك تحدثت عن فترة نزوح الالمان من المانيا الى مصر، وكان في الفترة دي اعتقد، وان كان حضرتك قلت لي اختلفت الفترة الزمنية شوية، كان في جنسيات كتير جدا موجودة في مصر في فترة قريبة من فترة الخمسينات والستينات.
ايه المعاناه اللي عاناها الالمان لما قربوا شويه وحاولوا يوصلوا للقاهره؟ وكانت فتره خلاص كان كل شيء اتفكك بالنسبه للالمان، هزموا ودي مرحله طبيعيه يعني. هو بص حضرتك، الالمان بالذات يعني نفصل ما بين الجاليات، الالمان اللي نزحوا او هربوا الى مصر طبعا كان عندهم معاناه، ويمكن اللي عاصروا فتره الستينات كانوا عارفين ان في انواع مطارده وكانت مشهوره، وده حقيقي، الاظرف المفخخه اللي كانت بتيجي لبعض الشخصيات الاجنبيه في مصر، ودي كان الموساد في الاغلب هو اللي وراها، فهم كانوا في رحله هروب، ما كانوش في رحله مريحه. طبعا كان في المان هنا زي ما في المان دلوقتي، وزي ما في المان بيشتغل وورقه مظبوط وجاي مظبوط ومش هربان وما ده شيء طبيعي، ويقدر يرجع بلده طبعا وقت ما هو عايز، لكن كان في مجموعه وده طبيعي بعد الحروب هربت ما بين مصر وسوريا، قضوا بعض الوقت في مصر وسوريا، كانوا متصورين ان هو نتيجه طبعا العداء العربي الاسرائيلي، كانوا متصورين ان هم في بلد معاديه وبالتالي في امان. اما حصلت قصه الاظرف المفخخه وبتاع، كملوا هروبهم اما الى امريكا اللاتينيه او الى امريكا. عظيم. حضرتك تعرضت لفكره السرد في القصه ازاي؟ يعني انا شعرت ان هناك قفزات في التاريخ، قفزات في الفترات الزمنيه، صحح لحضرتك المعلومه لو كنت اجدتها يعني. هو التكنيك المستخدم في الروايه، في هو تكنيك مستخدم اكتر في الروايه الغربيه، وهي التنقل، في التنقل ما بين مكان ومكان، وفي تنقل ما بين زمن وزمن، زمن يعني وزمن. ممكن ابقى بحكي لك حاجه دلوقتي وبعدين ارجع بيك لزمن ورا او اطلع بيك لزمن قدام. تالي ده اصعب شويه، متهيألي كده. يعني الرواية مكان ومكان، اعتقد احداث ممكن تودينا من مكان لمكان. هي الروايه بقى عملت كومبينيشن، يعني هي رحله في الزمن والمكان في نفس الوقت، فبننتقل بالزمن والمكان وبعدين ننتقل الى زمن ومكان اخر. فهو ده الجديد فيها، وده الصعب. صعب عشان انا حتى كقارئ، صعب على القارئ كمان عشان ما يتوهش معايا، ده صعوبه في كنا يعني كان لازم يبقى فيه ربط، وكان لازم يبقى فيه علامات او رايات صغيره كده بننبه القارئ خلي بالك احنا رحنا في الحته دي في الوقت ده. ده ذكاء. لا ما هو يعني ما هو لازم برضو تبقى شادد القارئ، رابط القارئ معاك. فكرة الألوان في الشخصيات الأبيض والأسود والرمادي والأخر، أنا تعجبت من السؤال هنا، تعجبت منه جدا. إيه موضوع الألوان في سرد الشخصيات؟ لا هو أنا في لما باجي أكتب شخصية في يعني أنا ما بشوفش إن في شخصية سودة ولا شخصية بيضة، البشر يعني أطياف من الرمادي ما بينه وبين يعني. متغيرة، وفي نفس الشخص ممكن يبقى أقرب للبياض في موقف وأقرب إلى السواد في موقف، فبحاول أرسم شخصياتي إن هي تبقى أقرب للواقع، ما فيش ملائكة ولا في شياطين، في حاجة في النص كلنا. عشان كده حضرتك بتحب تدي النهايات المفتوحة اللي بتسيبها للقارئ. كنت أحيانا أتعجب من أي رواية بقراها والقارئ لم يحدد شكل النهاية إيه، وكنت ساعات أسرح أو أحزن أو أتضايق، هو ليه الروائي سايب النهاية أنا اللي حددها أو أنا اللي أتخيلها؟ اكتشفت بعد كده أن ده قمة الإبداع، أنه بيديني مساحة أتوقع فيها من خلال شخصيتي شكل النهاية ممكن يكون إزاي، وإن كان بعض الروائيين بيحدد هو بنفسه النهاية. أنا الحقيقة بفضل النهاية المفتوحة، وبستمتع بمناقشة ما بعد القراءة، يعني أما بتتقري الرواية وبقابل قراء ويبقى في قارئ أو قارئة يقولي هو حصل كذا بعد كده أو حصل كذا بعد كده، أنا بشوف إن الإملاء بتاع النهاية ده الأفضل هي النهاية المفتوحة، لأنها على الأقل بتسيب الرواية بأثرها في ذهن القارئ لسه بيفكر، مش خلص اخر صفحه ووصلت له كل المعلومات زي ما حضرتك عملت بايدك. هو اعتقد لو النهايه وصلت له الروايه اتقفلت بالظبط كده، خلصت بالظبط كده. عاجبني اسلوب تفكيرك يا شيخ. الله يخليك. خلينا نقرب بقى من شيء مهم جدا، وهو جانب المراه. ولما نتحدث عن المراه نقف احتراما ونقول، وانا من المناصرين للمراه على فكره، ونقول ان وصح لحضرتك المعلومه، استاذ هشام بيتحدث انه عندما يكتب ويؤلف عن المراه يجد هناك مساحه يستطيع أن يتحرك فيها، وإن كان عندما يتحدث عن الرجل
احنا هنتحاسب بعد كده هنتكلم في الموضوع ده، يجد نوع من القيود عندما يكتب عن الرجل. اذا كان كلامي صح حضرتك يعني فيما يخص الرجل مش قيود، بس هي المساحه في محدودة. المراه احنا غالبا لما بنيجي بنكتب على مشاعر، على عواطف، فده بالتاكيد المراه المساحه دي عندها اوسع من تفرد الرجل. لها مزايا. الحاجه الثانيه الاستضعاف عبر التاريخ للمراه بيدي لك قدرات دراميه مش موجوده عند الرجل. يعني ادي لك المثال دايما اللي انا بحبه، لو عندي شخصيتين راجل وراجل، ففي راجل هيهم بأنه هيضرب الرجل التاني، الرجل التاني عادة هيدافع عنه. أستاذ هشام أرجوك ما تاخدنيش لسكة، أرجوك، عشان بص لو راجل ومرأة زملائي بينبهوني بيقولوا حتى بصر الكتاب عليه ثلاث سيدات، يعني واضح أن أستاذ هشام فعلا بيجد زي ما بيقولوا براح أو حرية حركة. خليني أقرب من اللفظ اللي حضرتك اخترته. يعني هو الرواية دي بطلتها خمس سيدات، والاصوات فيها بيتحدث فيها خمس سيدات، وهنا اعلنت عن على غلاف الروايه بتاعت حضرتك بغلاف سيدات، ثلاث سيدات يعني. مزبوط. وده معناه ان الروايه بتقرب اكتر من شيء من المشاعر، من الاحداث اللي فيها تاثير او الى اخره. انا ما كنتش اقصد من فكره وجود ذكر الرجل في الروايه بيحد من حريه الكتابه، ولكن كما ذكرت حضرتك المراه بيبقى فيها نوع من المرونه في الكتابة عنه. يعني دراميا كمان بتدي لك مساحات أكبر. على ذكر الدراما حضرتك كلمت معاك قبل فقرة، توقعت أن مجموعة من الروايات بتاعت حركة تتحول لأعمال درامية؟ ما أقدرش أقول توقعت، لأنها دي يعني أنا دوري عند الكتابة قمة الذكاء في الرد من السلام عليك. لكن أحب أنها تتحول لأعمال درامية طبعا. تمام. شيء بيلفت نظري دايما في الرواية وهو مش بس العنوان ومش بس الصورة، ساعات أحيانا كمان اللون والانطباع بتاع الغلاف بيديني إحساس الكاتب بيحاول يوصل إيه. يعني الصورة هنا صورة فوتوغرافية، صورة مصورة، وليست صورة زيتية أو صورة لوحة ما والآخر، وراها سماء مفتوحة والألوان، واعتقد ان كنت انا صح الصوره هنا بتميل الابيض والاسود مش كده؟ سيبيا شويه لان انا احترت، كنت عايز اقول بدرجه ابيض واسود، وبعدين دلوقتي وانا ببص على الصوره تاني قلت لا هي مش ابيض واسود 100%. الالوان هنا بتشرح فتره من التاريخ زائد الازياء اللي موجوده، يعني مش هحتاج كنت لما اشوف الغلاف ان انا اسال حضرتك هي الفتره التاريخيه والزمنيه كانت امتى. هنا الغلاف قال لي هي الروايه باديه في سنه 39 ومنتهيه في سنه 91، فهي بتغطي الفترة التاريخية دي كلها. دي كانت في حديقة، في حديقة ما ولا محطة قطار؟ الحقيقة مش عارف، لازم نرجع لمصمم الغلاف بقى. واخدتني المصمم الغلاف حضرتك. مصمم الغلاف، أعتقد المفروض حضرتك بيبقى في جلسات وبتشرح وجهة نظرك في شكل الغلاف، وبيقوم بعمليات التصميم وبيوصل لك شكل واثنين وثلاثة لغاية ما حضرتك زي شام تقول له أنا عايز ده. لا هو بيقرا العمل كويس، هو خلي بالك احنا يعني زي بالظبط لو العمل تحول الى عمل درامي بنفصل ما بين الكاتب وكاتب السيناريو، اما بنيجي نحول العمل الى غلاف بنفصل ما بين الكاتب ومصمم الغلاف. هو بيقرا العمل وبيبتدي يطلع اغلفه عن انطباعاته هو، ودي مهمه لانها دي انطباعاته كقارئ. في الاخر ما بيني وما بين دار النشر بنتفق على الغلاف اللي بيعجبني، بتوصلوا ان انتوا بتتفقوا على الشكل العام. بس طبعا دار النشر لها الدور الاكبر لان هم اللي مسؤولين عن التوزيع والتسويق، وده جزء اساسي في شغلهم هم. عظيم. زميلتي المعده المتميزه تغريد صبان قالت لي خد بالك ان الاستاذ هشام بيحب قوي 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 يحافظ على تركيز القارئ، انه ما يشتتش تركيزه وهي بيقرا الروايه بتاعته. الحقيقه الكلمه دي وقفتني. ممكن الروائي يبدع في كتاباته، ولكن هل يمكن للروائي ان يكون حريص جدا على ان لا يشتت تركيز القارئ، وان يجبره بشكل زي ما بيقولوا فيه لطف انه يظل معه حتى النهايه؟ هي أستاذ تغريد طبعا منحازه لي لان هي بتحب كتاباتي مش عايز اقول كده بس هي اظن ان هي تقصد ان انا ما بأسهبش في الوصف، ومع هذا بركز قوي في المعنى اللي انا عايز اطلعه. بمعنى في كتاب عظماء واساتذتنا ونحب نقرأهم كله، بس بيبقى عندهم
لان قدراتهم اللغويه عالية. والتمكن رهيب، فبيبقى في وصف زياده شويه. انا زي ما بيقولوا وسطي، بشيل اللحمه الزياده يعني. طب ما ده ساعات بيسهل، بشيل الدهن. ما ده بيسهل. لان انا شايف هي لها علاقه كمان بحجم الروايه اللي انا بحب اصدرها. انا ما بحبش اصدر روايات ضخمه، لان انا مش شايف ان الزمن بتاعنا بتاع ولا قصير. ان انا ادي لك ولا قصيره جدا ولا طويله جدا. فعلا. احنا مش في زمن ال 500 صفحه وال 600 صفحه. الوقت المنافسين للقراءه يعني الانترنت والحاجات دي، عشان تمسك كتاب انا عايز ادي لك كتاب تبقى بتخلصه في يومين ثلاثه اربعه بالكتير. هو مش فكره انحياز، بس لابد ان احنا نقول فعلا ان العمل جيد جدا، وان حضرتك روائي متميز جدا. وان كان لما تم وصف حضرتك بانك مصري حتى الصميم ومصري الروايه كمان زي بيقولوا، كان اتعجب من الخروج خارج مصريتك احيانا في وصف فتره زمنيه معينه على ذكر عنوان الروايه في برلين. هو الحقيقه ليه لا؟ ليه ما ليه احنا عندنا قدرات كتير؟ ليه ما نروحش للعالم بقى؟ يعني ليه ما نبقاش بنحكي حاجه بقيه العالم يسمعها جايه من عندنا؟ كنت لسه بتكلم مع حضرتك قبل الفقره على الروايه السابقه جرافيتي، وكنا بنتكلم على احداثها، وياريت تفكرنا حضرتك الأحداث كانت فين؟ جرافيت كان الشخصية الحقيقية اللي بتدور حولها سيدة دورية شفيق، وكانت أحداثها ما بين باريس والقاهرة، لأن هي كانت فكرة الرواية سيدة دورية شفيق و11 بنت تانيين من عائلات متوسطة مش أرستقراطية ولا عائلات. قصة حقيقية. دي قصة حقيقية. سافروا سنة 28 في بعثة على حساب الحكومة المصري للتعلم في أكسفورد والسوربون وكامبريدج، ودي اللي أثارت في ذهني فكرة الرواية. فخلقنا شخصية كانت المفروض ان هي زميلة من زملاء البعثة للسيدة دورية شفيق، وجرت أحداث الرواية. فالرواية كانت ما بين باريس والقاهرة. هل تطور الرواية دي نجحت؟ سواء كان في إقبال فعلا على من القراء على رواية جرافيت، ولكن ومنتهى الأمانة تتوقع نفس الإقبال ونفس النجاح اللي حدث في برلين؟ أنا عارف الرد، لأن حضرتك هترد بدبلوماسية. لا مش هرد بدبلوماسية ولا حاجة، بالعكس. ليه لأ؟ ومفروض يبقى أكتر كمان، لأن أنا المفروض بتطور من رواية لرواية. المفروض الرواية اللي بعديها تبقى أحسن، فطول ما يبقى فيه تحسن طول ما يبقى فيه إقبال أكتر. ليه لأ؟ ثقة جميلة. لا بجد، مش وده مطلوب. لا ليه؟ ده مطلوب، ده مطلوب. انا عارف انا بعمل ايه، ده حاجه كويسه جدا جدا. وان كان انا بشفق على حضرتك احيانا استاذ هشام من فكره المعلومه التاريخيه الصحيحه. لما تحدثت مع حضرتك قلت لي ما هو المشكله ان انا لازم اظل ابحث وارجع لمراجع واروح لبعيد جدا عشان اجيب لك المعلومه الصح اللي انت تستفيد منها، وفي نفس الوقت ما حدش يقول لي المعلومه دي غير صحيحه. كما تحدثت لك على رقم، انت بحثت على رقم. يعني انا تعجبت بقى. فخلينا نشرح للساده المشاهدين ايه الموضوع. لا هي الحته اللي انا قلتها لحضرتك ان هي في السوربون في باريس، البطله كانت بتركب، وسيده دوريه برضو هي كانت في السوربون، كانت بتركب من بيتها للجامعه خط مترو سنه 28. ف خط المترو ده مذكور في سطر كده ان هي ركبت قطار رقم كذا. فانا بحثت عشان اطلع رقم القطار عشان تبقى المعلومه دقيقه. كان ممكن، بص، هي ساعات بقى البحث بياخدك لبحث كان ممكن ما يذكرش، وكان ممكن يذكر وهو لم يلاحظ. يعني ما فيش قارئ جه قال ايه ده انت كتبت كذا. ده الغلاف بتاع قصه جرافيت، ده اللي مصممه مصمم طلياني بالمناسبه. ما انا لسه كنت عايز اقول، حتى شكل الغلاف انا واقف يعني ببص له متعجب شويه، لان ساعات احيانا صوره الغلاف تشرح جزء من الروايه. وحضرتك قلت لي يعني مصمم الغلاف دايما ما يقرا الروايه حتى يشعر. المره دي ما قراش بقى. لا بجد؟ لا، انه هو طلياني. وليكن؟ لا يعني كتبنا له سامري ملخص للروايه واشتغلنا معاه. هو اللي اثرني وحبيت اشتغل معاه ان هو قدرته على الثري دايمنشن، الثري دي، ان الغلاف كان فيه بروز ابعاد، ثلاثي الابعاد. ما انا مستغرب وانا ببص على الصوره وشايفها كويس قوي، اشعر ان الصوره تتحرك. ويعني يعني مش بقوله على فكره مجامله، يعني تشعر ان، وطبعا دي سيده اللي هي سيده قصه بطله الروايه يعني بالظبط.
هي على فكرة الرواية اللقطة دي الرواية بتتكلم على ان احنا برضو عايشين ابيض واسود، وهي في نهاية الرواية بتلون، فهي دي اللقطة بتاعت الرواية هي معبرة يعني. حتى يعني حضرتك كنت بتشرحها دلوقتي، انا مصدق ده وانا باصص للغلاف. استاذ هشام، فكرة النقد احيانا، وهنا نوعين من النقد، ما بين المتخصصين وبين القراء، حضرتك واجهت الاثنين ازاي؟ لا هو مفيش مواجهة، هو حضرتك لازم تسمع. استمعت. حضرتك لازم تستمع للنقد، ولازم تناقش ما تجده يعني ذو حيثية، مش مجرد نقد للنقد. ده بنحب نسمعه ونناقشه، ولو حتى لو في جزء سلبي بنتعلم منه. في بقى النقد اللي هو من باب ان حد يبقى بينقد، او ان هو يبقى بيقول، بس ده بيحصل يا استاذ هشام، بيحصل من باب الاجتهاد بقى، من باب اي حاجه. يعني بص، هو زي ما بقول لك، انا من في نقاد افاضل كلامهم بيبقى فوق الممتاز وبنتعلم منه، بنستفيد منه. وفي قراء افاضل كلامهم على نفس مستوى النقاد، دول يقولوا اللي هم عايزينه وينقدوا سلبا وايجابا اللي هم عايزينه، ونحب نسمعه ونحب تمام نتعلم منه. تمام. في زي في اي مجال، زي في مجال حضرتك، زي في اي مجال، في ناس بتنقد من باب النقد، وعاده بيكون غايه في السلبيه. دول مش هقول لحضرتك بنتجاهلهم، بس يعني ما بيبقاش في مساحه للمناقشه اصلا. الروائي المتميز هشام الخشن، مين اول شخص بتحب تاخد رايه في رواياتك؟ مراتي طبعا. لا حقيقي، انا بقول لحضرتك قول كلنا مناصرين. انا اعلنت ان مناصر مرة هشام كمان على يعني. هي اول قارئ يعني، هي اول ما بخلص العمل كانت زمان بتقرا معايا حته حته، وبعدين مؤخرا بقت بتقولي اخلص وبعدين اقرا. تتاثر زوجه حضرتك عندما تتابع رواياتك بكونها امرأة؟ تتأثر بالمساحة الموجودة كامرأة؟ هل عندما تعلق على رواية مثل هذه الرواية أو ما قبل هذه الرواية؟ حضرتك لازم تاخد منها ميعاد وتعمل لها انترفيو. هي أنا تشرفني. لا لا، ما هو أنت بتتكلم معاها. لا يعني ما بس يعني بتستمع بتستمع لنقدها الخفيف البسيط؟ أكيد. لا لا، والتقيل كمان، مش الخفيف بس. يعني لو عندها محاذير أو وجهة نظر معينة طبعا بستمع لها، لأن هي حريصة بالتأكيد. طبعًا. طبعًا. وعندما تستمع حضرتك للمدام وبتحاول بقدر الإمكان تعتبرها رد فعل أو مراية لمجموعة من القراء في البدايات، هل يمكن للأستاذ هشام أنه يتراجع أحيانا أو ينتبه لنقطة ما، مش عشان غفلت عنه، لا علشان لا لا لا. هي قارئ في النهاية يعني. لا لا، بتراجع عادي جدا، إيه المشكلة؟ على عهدة الأستاذ هشام، على فكرة مفيش مشكلة نتراجع عندما تعلى المرأة أن هناك نوع من التعديل أحيانا يتعلق بالقارئ المصري. طبعا، ليه لا؟ أكثر قراءك عندما يتحدثون بعد ويتناقشون في المكتبات، في المعرض، في معظمهم سيدات أو فئات مختلفة، طلاب؟ أقول لحضرتك حاجة، في مصر لا، في الشباب قراء ممتازين، والسيدات قراء ممتازين ومتفحصين، يعني بيطلعوا تفاصيل كتير. تفاصيل تفاصيل اكتر عن الستات ولا الرجال؟ هو لا، بيطلعوا تفاصيل، يعني الاسئله بتاعتهم دقيقه جدا، وبيبقوا بعدين بتلاقيهم معلمين. و بتتضايق يا فندم؟ بتتضايق؟ ده لا، بنبسط جدا بجد والله. طبعا بيطلعوا اسئله، لان دي بص، ان انت تكتب ده حاجه جميله جدا وانا بستمتع بيها، ان حد يناقش في اللي انت كتبته دي اكتر متعه ممكن تصل اليها. مش عايز اكون بجاملك، ولكن سعه صدرك وفكره انك تستفيد، حتى ولو حتى كان الفئه العمريه للقارئ بالنسبه لحضرتك طبعا صغيره، انما المساحه اللي بيفردها الروائي المتميز هشام الخشن للقراء وفكره الاستفاده منهم والاستماع ليهم، انا بعايز احيي حضرتك. وده فكر، وده اعلى قمه النضج، ان يكون في مساحه من المناقشه والتفاصيل اللي بيتكلم عنها الاستاذ هشام دلوقتي، اللي هو بيقول انا ساعات احيانا بستفيد منها وبستمع ليها جيدا، مفيش اي مشكله. بتمنى لحضرتك التوفيق والمزيد والمزيد، وان كنت حاولت اعرف ايه العمل الجاي ما رضاش الاستاذ هشام يبلغني، قال لي ايه اللي بعد اللي جاي، قال لي اللي جاي سيبهولي واديني مساحه، وان شاء الله يكون موجود معانا بالتاكيد في نهارك سعيد واعمال كتير متميزه للروائي هشام الخاشن. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وروايه متميزه حدث في برلين. شكرا جزيلا. مشاهدينا بالتاكيد لسه مكملين فقرتنا، تابعونا فاصل سريع وراجعين مرة ثانية.